حد مقرر يتحداني نلف معالم اسكندريه كلها في يوم واحد بس. تعالوا نشوف ده هيبقى قد التحدي ولا لا. يلا يا صاحبي عيب عليك. يلا بينا. لما حد بيجي اسكندريه بيبقى مش عارف يروح فين، مع ان اسكندريه فيها اماكن مبهره يمكن الاسكندرانيين نفسهم ما يعرفوهاش. اعملوا سيف للفيديو عشان انا وداش قررنا نلف عليهم كله. الفيديو ميكس كده فلوج على سينيماتكس على حاجات كتير، اتمنى يعجبكم. يلا داش بسرعه عشان احنا عندنا اماكن كتير. عندنا اماكن كتير دلوقتي. احنا متاخرين. لا احنا متاخرين. احنا دلوقتي في اول مكان القلعه، فيلا بينا بقى ناخدكم جوله سريعه في القلعه. السلالم ايه مرتفع جدا مش طبيعية يعني. بصوا يا جماعة المكان عامل ازاي. يلا يا لهوي على الفيو. بصوا الحتة ضيقة قوي قوي يعني، انا مش عارف ايه ده، احنا هندخل ازاي؟ طيب نمشي منين؟ نعمل ايه؟ عشداش عشداش. سلالم كتير النهاردة الحمد لله. يا جماعه خلصنا القلعه، يلا بينا نروح بقى المكان اللي بعده عشان احنا متاخرين. داش اصحى داش، انا عايز داش الفرهود بتاع شارع اسيا. انا صاحي والله العظيم، نجري اهو. يلا بينا بسرعه. ما احنا دلوقتي في تاني مكان المسرح الروماني، فتعالوا بقى ناخدكم كده جوله برضو سريعه فيه. الغرض من اليوم ده ان احنا ما نقعدش قوي في المكان ونشوف كل حته فيه، على قد ما احنا نروح الاماكن ونوريها لكم كلها. لا لا لا، يلا بينا بسرعه. يلا بينا بسرعه. جامد. هو مغري. يلا بينا المكان اللي بعده. يلا يلا. نفسك لا انت عايزك تنام مني؟ لا خالص والله. لا والله خالص. يلا بينا. استراحه عصبيه سريعه. يلا بينا على مدى السواري. يلا. الباص متدمر يا جماعه، مفيش خالص. مش انا تعبت من السلالم. ويا عم كل السلامه. انا فاهم والله العظيم. ثلاثه بدل قفل اللم. احنا فين دلوقتي؟ احنا في عمود السواري. اعلى نصب تذكاري في العالم. عندي ليك مفاجأة داش. سلام كتير يا داش. يلا يا داش لسه عندنا اماكن تانية. داش ما تختفيش مننا داش، ده لسه تحت الارض. داش خلصنا ده؟ خلصنا. يلا اللي بعده ولا ايه؟ يلا يلا ننزل قفل السلامة. يا نهار ابيض، ومش سلامة عادية. بص يا عم ده هايكنج. بص شفت هايكنج؟ جايبك هايكنج في اسكندرية. طب لما تروح دهب بقى وتخ مشوار وبتاع. يلا يا جماعة على المكان الرابع ده ولا ايه؟ ايوه انا مش قادر اعد والله. يلا بينا. يلا. لسه بدري يا جماعه. احنا دلوقتي وصلنا المكان الرابع. خضر كوم الشفاف. ايه هو ده؟ كتير قوي ما تعرفش المكان ده. يلا بينا بسرعه كده ناخد لفه فيه. ده زي هيكرهني بسبب السلام. بننزل من تحت كده عشان نوطي عشان نعرف نعدي. انا لازق الحيطه هنا يعني. من اقصى الاماكن اللي رحناها في اسكندريه بجد والله. بجد بص على بص اصلا الكورنر ده. بس ان احنا في الليز، عارف انت مش عارف احنا بنعمل ايه. خلصنا المكان الرابع، يلا بينا على الخامس. يلا يلا بينا. انت مش عاجبني خلي بالك. ما كانوش 7000 سلمه يعني. يا لهوي يا نهار ابيض. يما لازم ارجع تاني. يا ده انت جبنا فيه ده والله العظيم. ثلاثة اللي بنعمل فيه ايه يعني؟ ايه اللي انت بتعمله فينا ده يا عم؟ احنا قصيرين اصلا. ده حقيقي يعني، احنا اقزام. فما بالك بقى لو حد طويل شكل بقى الاماكن دي. مش عارف والله بجد هيموت. مش بيموت منك. عايز اهو. وانتوا ماشيين كده تلاقوا اثار في كل حاجه. chasing dreams into kaleidoscopes. يلا بينا بقى نروح على المكان الخامس. يلا يا عم يلا. vibe down match my mind flowing high reaching utopia. مع الديستنيشن بقى اللي بعد كده المتحف اليوناني الروماني الجديد. لازم لما تيجوا هنا برضه يعني اسكندريه كده كده ده حاجه من الحاجات الاساسيه، فلازم تزوروه عشان هو من احلى الحاجات اللي موجوده هنا. يا جماعه احنا المكان السادس برضه عشان هو غالبا المتحف هيكون مقفول، هو برضه على اول شارع فؤاد، فاحنا هنروح نبقى لكم من بره. يا جماعه احنا عند سادس مكان متحف اسكندريه القومي، وطبعا مقفول. بس احنا زي ما قلنا مش الغرض ان احنا ندخل جوه المكان على قد ما احنا نعرفكم الاماكن اللي موجوده كلها. يلا بينا بقى اوديه على سبع منطقه. يلا بينا. احنا فين دلوقتي يا داش؟ احنا في قوم الدكه. سبع منطقه دي؟ قوم الدكه سبع منطقه. يلا بينا نتمشى على طول. كان الثامن ولا ايه؟ يلا يا عم المكان الثامن. لا داش انا مش حاسك كده. لا 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 يا عم احنا خلاص تعبانه داش. بنخلص اهو. داش سلالم يا عم. خلاص خلاص.
كانت تعمل داش الحمد لله. انت في اسكندريه يا جماعه فينا يعني وبعدين الفلوج بقى الكبير على اليوتيوب. ايوه موجود على اليوتيوب يا شباب، فكله بقى بصوا يعني رواقوا هناك بقى بعد اسمكم يعني. اخر مكان كانت في اسكندريه، فبرضه هي ناخد كام صور سريع كده وكده يبقى الفيديو خلص. فاتمنى يكون عجبكم، فشكرا لكم كلكم الاثنين، ونشوفكم بقى مغامراتكم.